المرأة يا شيخ، وعندما بدأت بمناسك الحج ووصلوا إلى مكة يوم الثامن، أتتها الدورة، فماذا تعمل؟ تعمل ما يعمل الحاج. هذا حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أتتها الدورة وهي محرمة وبكت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فتعمل مناسك الحج كلها وهي حائض، إلا الطواف فإنها تنتظر حتى ينقطع الدم وتغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة. نعم.